كريم كان منزل قبل كده فيديو عن أطول بسكويت اكبر بسكويت انا شفته في حياتي كلها، كان عنده تقريبا، كان 5 اكس حاجة زي كده، 5 اكس لارج. يعني تقريبا طوله 90 95 سنتي. فدورت عليه في مصر هنا ولقيت الاتنين اكس لارج منه. عايز اقول لك هو كبير جدا جدا، يعني قد ايدي كلها، قد كف ايدي كمان وازيد كمان شويه، 2 اكس لارج، والواحد كمان عامل كمان 3 جنيه. هو ايه كبير وعامل 3 جنيه، وصراحه حلو قوي قوي. في منه بالشوكولاته البيضاء وفي منه بالشوكولاته السوداء عادي يعني. طيب نفتح كده اول واحد ونشوف ريحه شوكولاته هبت جامده قوي قوي قوي. اوه 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 على كميه الشوكولاته يا جدعان. طيب ندوق كده بسم الله. شمعدان، بس شمعدان نضيف قوي، شمعدان مخدوم كده يا باشا، مليان شوكولاته قوي 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 حرفيا. عجبني عجبني جدا. نفتح بقى دلوقتي الاسود. ليه ليه كده ليه طلع مكسور؟ الحمد لله الحته ده هو مش مكسور. طيب ده كده لسه برضو فيه هنا، بس هو طلعت مكسوره يعني. دول كده برضو ايه الشمعدان اللي بالشوكولاته الاسود حلو، بس بالذات الشوكولاته البيضاء، الشوكولاته البيضاء بصراحه جامده قوي قوي. اطول شمعدان في مصر ب 3 جنيه. طبعا هو كريم طبعا كان جايب ان هو 5 اكس لارج، هو ده 2 اكس لارج بس يعني، ولكن يفي بالغرض. فاحب اقول لكريم لو عندكم كريستيانو عندنا صلاح يانو، بس هو ايه على قده شويه، 2 اكس لارج يعني. مشي معايا الدنيا، مشي معايا الدنيا. بس كده دي كانت تجربه اكبر شمعدان في مصر 2 اكس لارج. شير في كل مكان، لايك في كل مكان، عايزين نوصل ل 100 الف في اقرب وقت. وكالعاده دوس يا كوتش، السلام عليكم.